الدنيا هتظلم علينا هنا، الموضوع هيبقى صعب. دعواتكم، ربنا معانا. ننزل بسرعة، الدنيا هتظلم علينا هنا. نروح الأتوبيس، يا رب نلحق، يا رب الإنترنت يكفي. بعد كل الفيديو ده وكل التعب ده لازم لايك وسبسكرايب على القناة، لان بجد الفيديو متعب متعب جدا. رايح مكان كده زي شلالات كده في وسط الجبل، من احلى الاماكن هنا. بس بصوا بقى المنظر، مش عارف اجيب لكم صورة الناس اللي قدامي عشان فيها اطفال وممنوع هنا تصور الاطفال. ف هقوم سامعينهم. بصوا على المنظر، بصوا انا ماشي فين، انا ماشي هنا شايفين، يعني حاجه كده خيال خيال. انا مش متخيل ان في حد عايش هنا، او مطاعم او محلات او كافيهات، وفي حد هنا عنده ضغط سكر قلب كلام ده. يعني دي حاجه كده فوق الخيال، المنظر والحياه والاتموسفير واو بجد واو. بس في شارع طالع قدامنا طالع جدا يخوف، انا بجد خايف. الشارع شكله انا بنهج من دلوقتي، يعني انا حرفيا بنهج من شكل الشارع. طيب بصوا يا جماعه، مشينا طول اليوم، كارت الفيزا اتقفل، كل حاجه اتقفلت، بنشحت مش عارفين ناكل. بس في فيو كده قدامنا واحنا رايحين على شلالات. في ناس بتقول الشلالات دي مقفوله، مقفوله يعني ما فيهاش دخول. بس بص بقى المنظر والفيو على الهاي واي، طريق السريع في المانيا، في جارمش، حدود المانيا مع سويسرا مع النمسا. بصوا كده، دي الحدود دي. متخيلين في ناس عايشه في المنظر ده، في الفيو ده؟ يعني انا ابقى عايش هنا، طب اروح فين؟ يعني لما احب اتفسح، يعني انا لو ما بقى عايش هنا واحب اتفسح هقعد في البلكونه اكيد. شايفين؟ لا لا لا، منظر رهيب. ده منظر الريف الاوروبي. مش الريف الاوروبي على طريق اسكندريه، الريف الاوروبي اللي في اوروبا بجد. فهو ده المنظر. الناس بتصحى الصبح هنا تجري كل يوم، الناس بتصحى الصبح هنا تمشي كل يوم. مش قادر اتخيل ان انا ممكن اكون عايش في مكان زي ده بجد، عايش في مكان زي ده، باكل وبصحى وبشرب وبشم هوا زي ده. طيب انا لو هختار بلد اعيش فيها يبقى جرمش. وصلنا جرمش، وصلنا الووتر فول. ده المنظر، ده الفيو، الناس شايفه هنا كده. منظر دي كلمة تركي ما بحبش اقولها عشان مش بحب التراكوة. هي على الجسر ده، بص بص بص، منظر فشيخ. طيب ده السلم، الموضوع متعب قوي، واحد عجز. بجد مش قادر. اوف، المكان عليه قوي. شايفين؟ واحد جايع عطشان مش قادر. بصوا الفيو،
متخيل طالع من هنا، طالع من تحت هنا عشان اعمل لكم فيديو فوق. نروح الاوتوبيس يا رب نلحق، يا رب الانترنت يكفي بطارية. اوف طلعنا على القمة خلاص، مش قادرين بجد. لازم ننزل بسرعة، الدنيا هتطلم علينا هنا، الموضوع هيبقى صعب. دعواتكم، ربنا معانا. لو نزلت بخير. سألت واحد، لقيت واحد الحمد لله بيتكلم روسي طالع على الطريق ده. الواد نازل اهو يا عيني، ميت ميت، بس الواد جسمه جامد فشخ وشكله جامد وشكله عالمي في الرياضة. وقال لي فوق صعب فشخ، بس ايه، قال لي المكان حلو، فاحنا هنطلع نشوف المكان، مش مهم اي حاجة، هنطلع ناخد فيديو ناخد صور واعمل لكم فيديوهات. بس لو ما جاليش 1000 لايك و1000 سبسكرايب همسح كل الفيديوهات وهقفل القناة. السلام عليكم. قابلت ناس ألمان أول مرة يجوا هنا، طالعين هم مجانين. لسه طالعين دلوقتي والدنيا بتضلم، بس هم ألمان يعني بلدهم. أنا مش عارف أي حاجة هنا يا معلم، أنا غريب والغريب أعمى لو كان بصير. يعني المثل ده صح، لما سافرت برا مصر اكتشفت إن المثل ده صح، الغريب أعمى لو كان بصير. طيب نمسك الكاميرا بالحبل عشان الكاميرا لو وقعت هنا اول ستوب ليها في المايه دي، ف منظرنا هيبقى وحش قوي، وجايبين لسه كاميرا جديده وبتضيع مننا. فيلا بينا هننزل في المنزل الوسخ ده. رجاله الفيديو لو ما جابش 1000 لايك حرام حرام بجد، تعب ومجهود واجهاد ونزوله، يعني الفيديو بجد يستاهل 1000 لايك، اللي هو حرام عليكم. ده اول فيديو مصري يعمله في غابات المانيا، دي غابات المانيا ما حدش بيخشها. انا شفته من ساعه ما جيت هنا، واحد الماني هو ومراته اللي جايين، مفيش بني ادم. شايفين احنا في وسط الاسبوع، حتى مش ويك اند، الناس مش مريحه، الناس بتخرج بتتفسح ومفيش بني. علشان نرجع تاني لميونخ، قدامنا ساعة واحدة، الطريق خد وانا جاي ساعة، انا قدامي ساعة واكون جوه الاوتوبيس، من الساعة واكون عند الاوتوبيس. فان شاء الله في المنزل يكون الطريق اسهل، ونكون كل حاجة سموز اكتر، ونقدر نروح للمكان. يلا السلام عليكم، نكمل الطريق ده ونشوفكم ان شاء الله في ميونخ. ده الفيديو التاني بعد الفيديو الاولاني بتاع الطلوع، ونكمل ميونخ واحنا بنجيب الاكل والشرب للبيت عشان البيت فاضي. ما كنتش عامل حسابي هيبقى يوم صعب كده، فان شاء الله نكمل ايه على خير. يلا بينا. بعد ما حسيت ان احنا ماشيين غلط مش هنعرف نروح البيت بعد الحواري اللي كنا ماشيين فيها دي، فطلع الحمد لله ماشيين صح، قال لي هتمشي على طول بعد ما تخلص الطريق الرئيسي. ف طلع الحمد لله الطريق صح، هنعدي بقى ايه الشارع ده. تعديل الطريق هنا من اصعب الحاجات اللي ممكن الواحد يمر بيها، مفيش اشاره للأسف، بس الأهم من الإشارة إن العربيات بتوقف. مش لازم يكون في إشارة، يعني بصوا بصوا المنظر، مش لازم يكون في إشارة يا حبيبي، ما العربيات بتوقف، يكون في إشارة ليا أروح. عشان إشارة في مصر عشان هتداس، هنا أنت بني آدم مش هتداس، العربية هتوقف لك. العربية ما وقفتش هياخد مخالفة بنت لذينة، فأنت بني آدم.
كل حاجة في الدنيا هتقف لك. في مصر بقى هيقول لك متعرفش أنا مين. يلا بينا نروح من سكات. طيب خلصنا الخروجة، خلصنا اليوم، رحنا الفيليج، رحنا الجبل، طلعنا بالتلفريك، عملنا كل حاجة ممكن تتعمل في البلد اسمها جارمش دي. بس للأسف في آخر اليوم قفلة مش حلوة، النت خلص، مش عارفين نرجع للأوتوبيس، عندنا أوتوبيس كمان نص ساعة، مش عارفين نرجع ازاي. سألنا الناس بس رجعنا لعشر سنين فاتوا، مفيش جي بي اس، مفيش انترنت، مفيش اي حاجة ممكن تقول لنا نروح المكان ده ازاي. مطعم ده شكله حلو قوي. طيب هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ هنجرب مع بعض دلوقتي نشوف المكان ده والطريق وهنروح فين وهنيجي منين. سألت الناس هنا، قالوا لي هتعدي الشارع، هتخش عند النفق، وقبل النفق هتخش يمين. طيب الدنيا ضلمه، الكاميرا ضلمه، انا مش شايف اي حاجه، محدش شايف اي حاجه، معيش انترنت بجد. انا لو ثبتت دلوقتي بصوا الشارع عامل ازاي، الشارع عامل كده، نفضل لي بالظبط 10 دقايق على الاوتوبيس. فاللي هو مفيش احتمال للغلط، احتمال الغلط ده زيرو زيرو بجد، فلازم اوصل بسرعه. طيب الموضوع يخوف، الشارع بصوا عامل ازاي بجد، مفيش كلام يتقال، الشارع يخوف يخوف بجد. الباص ما جاش، مش عارف هرجع ازاي، مش عارف هروح بيتنا وحياتي ازاي، مش عارف هاكل ازاي، معيش فلوس، معيش انترنت، والباص ما جاش. المفروض الباص يجي الحته دي، قالوا ان الجوبرو 10 احسن جبره في الضلمة، هنشوف ان شاء الله. استنوا الفيديو اللي جاي، اشوفكم بكرة لو ركبنا الباص، هعمل لكم فيديو جديد من الباص.